اشوف وشكم بخير. شد حيلك. الله يحفظكم ويسر دربكم. آمين. يا باشا هي هوني مش جايه معانا ولا ايه؟ هوني هتسبقنا على تل ابيب، هتجهز لنا كل حاجه هناك قبل ما نوصل. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. انت فاكر نفسك في الحسينه يا شيخ حسن؟ قول في سرك.
كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد ابراهيم. مقبول يا باشا. ايه دي؟ قنبله من ايد من اعدامها. هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيليه، وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكافينا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطه، ده كل حاجه مشيت حسب الخطه اللي انا راسمها. كلنا بكره الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني يلا مع ابراهيم، عايز كل حاجه تبقى طبيعيه.